استنكر مؤخرا الإعلامي شريف مدكور ارتداء بعض المحجبات ملابس لا تناسب قناعتهن عن أن الحجاب فريضة وبتكون مجسمة حسب وصفه. وقال شريف مدكور في بث مباشر له عبر الفيسبوك: عندي في البرنامج محدد إن أي واحدة محجبة تدخل عندي وتطلع تتصور لازم تكون لابسة ما لا يصف ولا يشف، لأن أنا بعرض برنامج وشاشة وبوري صورة المصريين. وبقيت ألاحظ إن بيجيلي ضيوف محجبات لابسين طرحة مغطين راسهم ولابسين بادي وهم ممتلئات شوية وكل جسمهم متفصل وبنطلون ضيق جدا وجزمة بكعب وميك اب كامل ورموش كبيرة. وأضاف: كل واحد حر في لبسه وعمري ما هتدخل في شؤون حد، لكن بالنسبة لي ده مش هيطلع على الشاشة. فحطيت قواعد إن أي سيدة محجبة تظهر عندي في البرنامج لازم تكون لابسة فضفاض ومش ألوان صاخبة، ولو هتلبس بنطلون يكون واسع. وتابع بعضهم بيستنكروا ده وبيقولوا إني بطلع ناس لابسين عريان. ردي إن هي مش محجبة، لكن المحجبة هي اللي اختارت تكون محجبة وهي شايفة إن ده فرض وله شكل ما لا يصف ولا يشف، والمحجبة شايف إنها بتتنازل شوية عن جمالها وما تبقاش لافتة للنظر. فإزاي حضرتك بتتحجبي وشايفة إن ده فرض والمفروض تكوني مش ملفتة للنظر وانتي لابسة مجسم كده؟ واستطرد: ساعات بشوف محجبات بيقولي في البرنامج لابسين حاجات مجسمة مش بتلبسها اللي مش محجبة، وبدأ يحصل مشكلات والضيوف بتتخانق معانا وبيزعلوا، لكن على الشاشة مش هطلع صور بلدي أو ديني حد يقول لي إيه ده اللي أنت مطلعه. وأضاف: في بعض المذيعات والإعلاميات المحجبات بيطلعوا على الشاشة بيبقوا حاطين ميك اب كتير قوي ورموش تقيلة قوي وهم واجهة والناس بتقلدهم، ونيتي الحفاظ على الشكل، ويا إما نتحجب ويكون في التزام ونستغني عن بعض الحاجات عشان ربنا وعشان الثواب، لكن هنتدلع في النص. ما تقوليليش بقى انه فرض، ساعتها قوليلي انه فضيلة، لان الفرض يكون في التزام وما يبقاش في شكل استفزازي. انتوا ايه رأيكم؟ وتعالوا بقى نشوف قصره العجيب. ده مندوب اليوم السابع راح لشريف مدكور في بيته في قصره يشوف ايه الاعاجيب اللي هناك. استقبله طبعا شريف مدكور في القصر ده فيه افكار كتير ممكن الناس تستعملها لبيوتها، وهنشوف اعاجيب فيها. ادي هنا شريف مدكور بيوصف له بقى ايه اللي هيشوفه دلوقتي. ده باب اثري لدرفتين، باب طويل عريض، وشايفين القيمات اللي فيه والشغل اللي فيه، حاجة تحسسك انك 60 سنة ورا، وفوانيس كده هوت أثرية من اللي بنشوفها في الأفلام أبيض وأسود. والشجر اللي هو هنشوفه ده هوت ده اسمه المقزم، شجر من اليابان. هنشوف برضو شجرة تانية أوضح، شجرة صغيرة كده ما إيه ما بتطولش عن كده، هي ديت. وهو بيشرح له إن هي شجرة يابانية اسمها المقزم ما بتطولش. نخش بقى على شارع شريف، ما هو اسم شريف مذكور، وقال له إن هو بيحب المشربيات جدا، وكل حتة في البيت هتلاقي فيه مشربية، وده سبيل. كل ده في الجنينة من بره، كل حاجة أثرية يعني مش ومعمولة بفن. ده الحوض بتاع السبيل، وهنا بقى ايه أشجار ونباتات من كل بلاد العالم. دي الحديقة اللي هي حوالين الفيلا أو القصر. ودي هنا الشجر نفسه متضفر بحيث انه يدي
الشكل الجميل ده هو فيه أنوار في الأرض عشان تنور على الشجر ده. طبعا بالليل بيبقى المنظر أحلى بكتير. وادي المشربيات، حاجات غريبة. وادي هنا ده بيت شريف قصره من الخارج، وبعد شوية هنشوفه من الداخل حاجات غريبة فيه. كأنه من العصر المملوكي مثلا. رخام طبعا، ودي هنا قيمات ورسومات كأنها من الهند أو من الصين. طبعا قصر مساحته كبيرة، وهو عايش مع عيلته هناك. اللي في الوش ده بيت شريف، واللي على اليمين ده بيت أخوه ومراته طبعا وعياله. ده بيت أخو شريف، قصر برضه زيه، الاتنين جنب بعض ومتحوطين كلهم بأشجار بحيث إن ما يبقوش مجروحين من أي حد. ودي هنا بقى حاجات محنطة، ده زبرة حمار وحشي محنط ومحطوط على الحوائط. ده تعبان وتمساح برضو محنطين. هنا كل ده لسه في المبنى من بره والجنينة. طبعا في أعداد في كل حتة، والشجر متداخل مع البيت. وعنده كمان حوض سمك في الجنينة مخصوص للسمك، ده غير حمام السباحة اللي هنشوفه في الآخر. ده حوض السمك أهو باين أكتر. حوض السمك بقى مش زي اللي في بيوتنا بقى، اللي هو ساعات بيبقى في إزاز كده. وهنا شايفين ادي الاشجار مرتفعة لفوق خالص بحيث ان القصر ده ما يبقاش مجروح من اي حد. وادي هنا للتمرين برضو، اي حد عايز يعمل بوكس. بيقول ان اصحاب عائلته مسميين البيت بتاعه النادي. هنا بقى سلم، شايفين القايمة بتاعت كل سلمة تختلف في رسمتها عن القايمة اللي وراها، كل قايمة برسمة مختلفة. وادي هنا دي فلانكات بتاعت مترو. طب بيسألوا طب ليه جبت يعني الفلانكات دي في بيتك؟ قال لك دي مر عليها مترو وتراب ومطر، فمفيش حاجة تأثر فيها. هنبتدي بقى نخش للقصر ده هو من الداخل. طبعا شايفين الأرضية والباركتري ورخام، وهنلاقي بقى حاجات أثرية رهيبة. وحاجات من أيام جدته. بيها والحاجات القديمة. وادي الصالون، هتلاقي فيه أبليكات، وهتلاقي فيه بصوا السقف عامل ازاي، سقف ولا في الأحلام. بيقول انه فرنسي على الطراز الفرنسي. وفي كراسي برضو كان بيقول ان هي من ايام جدته وهو محتفظ بيها لغاية دلوقتي. وادي هنا سجادة معلقة على الحائط.
وادي الصالون، حاجة فخمة جدا، والسقف الأعجوبة دهوت. مليان شغل بصراحة، رسم يد، مش أي كلام يعني. بيقول لك شريف مدكور ما بيسيبش البيت ده هو إلا مثلا بيخرجش منه خالص، يعني مرة كل شهر ولا حاجة، لكن إيه كل أوقاته قاعد في البيت ده هو بيستمتع بكل حاجة فيه. وهنا بيقول دي من الهند، دي من اليابان، دي من فرنسا، وهنا قال له دي كأنها كوباية، دي من ديزني لاند، قال له لا دي حافظ الأسد اداها هدية لوالدتي في فرحها. وأنا بيقول له كل حاجة ديت من فين؟ وقال له برضو القطعة دي أثرية جدا، والباب ده هو بتاع جدته بس هو وضبه واحتفظ بيه، ده اللي هيخش منه على السفرة. بيقول لك بقى ايه السفرة ديت هما بيتجمعوا فيها على الغدا، في سفرة تانية للعشاء، لكن ديت بتاعة الغدا، وكلهم بيسيبوا الموبايلات بره عشان السفرة ديت مخصصة ان هما يقعدوا مع بعض بس، ما يبقاش فيه لا موبايلات ولا تلفزيونات ولا حاجة، يقعدوا هو وعيلته متجمعين. دي السفرة ديت بتاعة العشاء، دي بقى بتبقى قدام التلفزيون. يعني سفرة للغدا وسفرة للعشاء. وادي هنا حمام الضيوف، حمام غريب كله أحمر، والباب بتاعه باب بتاع مقبرة. هو بيشتري الحاجات دي بمزاج وبيوضبها. وادي سيوف متعلقة على الحائط، أثرية طبعا. وهنا طالع بقى للدور الفوقاني، في برضه لوحة كده أثرية على الحائط بتاع السلم. وادي هنا صور نادرة ليه وهو فترة المراهقة، وبيقول لك ديت نضارة بتاعته ديت من غير إزاز عشان الناس اتعودت عليه بلبس النظارة، فهو بيلبسها بس من غير إزاز. هل تعرفوا المعلومة دي؟ دي بقى غرفة النوم بتاعته من غير باب، انت تطلع الدور الفوقاني، كل الدور الفوقاني هو غرفة النوم، فمش محتاج باب ليها. ديت الدريسنج روم، ده الباب دهوت الدريسنج روم ده من التبت. دي الدريسنج روم بتاعته، غرفة الملابس. نخش بقى على الحمام الرئيسي فوق بقى، ده اللي فيه جاكوزي. جاكوزي بقى ايه عامله بطريقة فنية رهيبة، يقول لك قبل ما اروح الشغل بقعد في الجاكوزي ده، وجاكوزي ده هوت، وفي سبا كمان، وعامل فوق زي قبة كده بيبقى نازلة منها المية، والقبة ديت بإزاز معشق وضوء الشمس، هي القبة ديت ضوء الشمس بيخش من القبة ديت على الدش على المية اللي هي بتنزل له، فبيبقى في جو تاني خالص. قال لك لازم قبل الشغل اخش المكان ده هوت استجم واروح البرنامج، الناس بتفتكر ان انا بتعاطى حاجة، لكن الجو ده هو بيخليني مفرفش وحالة تانية خالص في البرنامج. دي بواقي لوازم الجاكوزي. وادي هنا باقي غرفة النوم اللي ملهاش باب. وهنا بيتكلم بقى عن الفريق الأول، محمد فوزي اللي هو وزير الحربية الأسبق، لأن هو جده،
وعنده بقى مقتنيات من أيام جده أثرية، دي جزمته كان في الحرب العالمية التانية، فيعني حاجة أثرية جدا. وبعد كده بقى هننزل على حمام السباحة، قاعد يعمل تحدي مع مذيع بتاع اليوم السابع. لو أعجبكم الفيديو ده تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم يا ريت. وشكرا، قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.